عن هذا الموضوع ينضم إلينا القيادي في ائتلاف المحافظات المحررة والنائب السابق عن نينوى محمد نور العبد ربا. مرحبا بك سيد محمد. أزمة النازحين إلى الآن لم تنتهي، وهناك من يتاجر بهم ويستخدمهم كدعاية انتخابية للترويج لنفسه. مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناتكم الكرام. أهلا بك. حقيقة تحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع، ومن السهل أن ينتهي هذا الموضوع خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر. وطبعا هذا الكلام عندما نتكلمه احنا مسؤولين عليه، لكن عندما تتوفر أدوات النجاح، والأدوات بسيطة جدا، نستطيع أن نميز بين النازحين بثلاث ملفات. الملف الأول وهو ملف الاقتصاد، وهذا طبعا أسهل ملف بالنسبة للحكومة. يعني اليوم قسم من النازحين لا يستطيعون العودة إلى دارهم بسبب أنه هذه الدار فجرت، أو نتيجة عمليات التحرير هدمت، أو حصل بها أضرار. فمن الممكن بدل هذه المصروفات التي اليوم نصرفها على مخيمات النازحين اللي يعني عفوا مو تصرف، إنما تخصص لهذه المخيمات، ويصرف جزء من عدها، وقد يذهب الجزء الآخر إلى الأمور اللوجستية ولا أمور الفساد. بدل هذا التخصيص، إذا ما أعطينا كل مواطن داره متضررة 5 ملايين 6 ملايين 10 ملايين يستطيع أن يعيد داره، وبذلك نقضي على رقم ليس بالقليل قد يتجاوز 60 إلى 70%. هذا من الناحية الاقتصادية. نذهب إلى الناحية الأمنية. الناحية الأمنية هناك بعض قبل الناحية الأمنية، لو سمحت لي سيد محمد، ذكرت مسألة الفساد داخل المؤسسات، أو عفوا داخل أماكن النازحين. هناك أحزاب ولجان اقتصادية ربما يعني يعتمدون بشكل مستمر على النازحين من خلال استلام بعض المواد، من خلال التجارة في المواد الغذائية وكذلك الأدوية وما إلى ذلك، فهي تدر أرباحا كبيرة إلى هذه الأحزاب. هل لديك معلومات عن هذا الموضوع؟ يعني أنا كنت بالضبط أنا كنت جايك في هذا الموضوع، الملف الثالث يعني، فأذهب إلى الملف الثالث قبل أن أذهب إلى الملف الأمني حتى أجاوب على سؤالك. الملف الثالث هو ملف سياسي، وينقسم إلى هذا السياسي ينقسم إلى تغيير ديموغرافي، وينقسم إلى كتل وأحزاب سياسية تسيطر على بعض المخيمات. بسيطرتها على بعض هذه المخيمات هناك عمليات فساد تحصل في هذه المخيمات، سواء بعملية الإدارة أو بعملية التوزيع أو بعملية التخصيص وما إلى ذلك من أمور كثيرة تستغلها بعض الأحزاب السياسية. هذا من ناحية. الناحية الثانية يحاولون أن يجمعوا هؤلاء النازحين في هذا المخيم الواحد ويسوقوهم جميعا بما يسمى بالعقل الجمعي أثناء الانتخابات، في يوم الانتخابات، على اعتبار أنه هذا الحزب أو هذه الكتلة أو هذا الشخص هو الذي دعمكم، وهو الذي تواصل معكم، وهو الذي قدم لكم، وبذلك يستغلهم سياسيا في يوم الانتخابات. فيذهب كل هؤلاء اللي موجودين في هذا المخيم لانتخاب هذه الجهة أو تلك الجهة أو هذا الشخص أو ذاك الشخص، وبذلك هنا هذا الاستغلال السياسي موجود لمصالح الكتل السياسية سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي بدعم كتلهم وأحزابهم السياسية من بعض الأموال التي يستولون عليها والمخصصة للنازحين. أما الملف الثالث وهو الملف الأمني والذي ذكرته قبل قليل، وهو ملف هناك عوائل من عوائل الدواعش لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم بسبب وجود بعض العداوات هنا وهناك، أي أن أبنائهم ارتكبوا جرائم بحق هذا الشخص أو ذلك الشخص. أيضا الحكومة هي مسؤولة عن إدارة مثل هكذا ملف، من يصلح أن يكون ضمن هذا المجتمع وممكن أن يتعايش مع هذا المجتمع دون أن يحدث ضرر على المجتمع. من الممكن أن تتم عودته، لكن من هو متشبع بفكر القاعدة وبفكر داعش من الممكن أن يبعد، ومن الممكن أن تكون عليه مراقبة تامة، ومن الممكن أن فيما إذا ارتكب أي جريمة من الممكن أن يتابع ويلقى القبض عليه ويودع في السجون. لذلك أختصر وأقول من الممكن غلق الملفات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر. وهذا ما أردت أن أشير عليه، حقيقية لدى الحكومة. هذا ما أردت أن أشير له، يعني ذكرت في حديثك بشكل سريع في بداية الكلام بأن المخيمات يمكن أن تغلق ب6 أشهر ويعود النازحون إلى
أماكنهم، لكن يعني لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين قالت بأن هذا الموضوع مستحيل هذا العام لوجود ألغام ولوجود معوقات أمنية، وكذلك يعني إعادة إعمار المدن المتضررة إلى الآن غير مكتملة، ناهيك عن البنى التحتية، كيف سيعودون؟ لا لا، أنا لا أتفق معهم في هذا الكلام جملة أو تفصيلة، ما لها علاقة عملية الألغام. أنا صار لي 3 سنوات 4 سنوات أنا أتحدث عن حكومة عمليات تحرير، صار لها 4 سنوات تتحدث لي عن ألغام بالوقت الحاضر. هذا ضعف، وهذا يعني بأمانة ينوم عن تقصير كامل ومباشر 100%. هذا من ناحية الألغام، يعني أنت تتحدث لي بعد 4 سنوات تقول لي أكو ألغام في مناطق سكنية، هذا ما موجود. ممكن تكون الألغام على الحدود، ممكن تكون في أماكن صحراوية، ممكن، لكن أنت تتحدث لي عن مناطق سكنية بها ألغام، هذا شيء مستحيل. وممكن أنا أستغل اليوم وزارة الدفاع والوزارات الأخرى المعنية في هذا الموضوع، والهندسة العسكرية موجودة، وأن تقوم بتفتيش كل هذه المناطق وتبين إذا كانت هناك ألغام وتستطيع السيطرة على هذه المناطق. نعم. الجانب الآخر، البنى التحتية، خلاص البنى التحتية هم حالهم على المجتمع اللي موجود، ما راح يكونون أفضل من هذا المجتمع. بنى تحتية موجودة سواء كهرباء ينطوم 4 ساعات 10 ساعات 15 ساعة، وإذا كان ماء أو طرق، إذن هذا مو عذر. نعم. أما تقول لي بيوت ما عندهم، نعم أنا أتفق أن يكون بعض المناطق دمرت بيوتهم، وهو هذا الملف اللي ذكرته أول واحد يفترض بدل أن شوف سيد العزيز، اليوم إذا ذهبنا إلى الموازنة سواء في عام 20 أو 19 أو 18 أو 17 وجبنا المبالغ التي خصصت إلى المهجرين والنازحين، وجبنا هاي المبالغ وفرشناها مثل ما نقول بالعربي بالعراقي، فرشناها قدامنا وشفنا أعداد العوائل النازحة، وجينا قسمنا هذه المبالغ على عدد هذه العوائل، راح تشوف كارثة. يعني قد يصل أنا يعني ما مسوي دراسة بهذا الموضوع، لكن قد يصل حصة العائلة الواحدة تصل إلى 10 مليون أو 15 مليون دينار عراقي خصص لها، لكن كم صرف عليها على هذه العائلة؟ يجوز ما صرف على هذه العائلة 3 ملايين أو 4 ملايين أو مليونين. وصلت يعني هذا يحتاج لها دراسة بصراحة حتى نقدر نكون دقيقين في هذا الموضوع. ولذلك أقول أن اليوم ليش احنا نستمر بهذا الصرف دون نتائج، باقين في مكانهم، باقين في المخيمات، بدل هذه المصاريف ممكن أن أبني لهم بيوت واطئة الكلفة أو أعوضهم تعويضات مادية حتى يرجعون على أهلهم. وانهي الموضوع. شكرا لك. القيادي في ائتلاف المحافظات المحررة والنائب السابق عن نينوى سيد محمد نوري العبد ربه، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.